These infections tend to have a shorter incubation time. لذلك هذه العدوى تحول إلى أن تكون فترة حضانة أقصر. راح تصير فترة حضانة قصيرة في حال فيروس، مثال في حال فيروس الإنفلونزا والفيروسات المخاطية والفيروسات المعوية، حيث يصيب النسيج الظهاري لتلك الأعضاء، بما أنه هذه الأعضاء بها بطانة داخلية اللي هي الإبيثيليال تشو، وبالتالي راح يصيب هذه البطانة الداخلية لهذه الأعضاء، فراح يصير شو يصير عندنا، راح يكون incubation، راح يصير الحضانة في داخل هذه الأنسجة الداخلية، وتكون مدة الحضانة في موجودة بهذه الأنسجة تكون أقصر. ليش؟ لأنه وجود الماء راح يسهل عملية انتشار هذه الفيروسات بهذه المناطق. of influenza virus يعني في والبارامكسوفيروس and rotavirus the epithelial tissue is infected. الأنسجة الطلعية تصاب أو تعدى but there is no invasion ولكنه لا توزو أي لا تصاب بالغزو، والسبب أنه أما عدم وجود receptors سبب because of lack of cellular receptors in the deeper tissue layers عدم وجود مستقبلات في الطبقات العميقة بالجسم، أو السبب الآخر higher temperature due to higher temperatures in the deeper cellular tissue وجود درجات حرارة عالية في أعماق هذه الأنسجة، لذلك they can still be quite severe، ذلك راح تبقى وأيضا ممكن تكون شديدة العدوى. الطريق الآخر للانتشار هو السب epithelial invasion and lymphatic spread. السب epithelial أنتوا مثل ما تعرفون أنتوا بالمرحلة الأولى أخذنا الإبيثيليال وأخذناكو تحت الإبيثيليال. السب epithelial عادة يكون هو الكونكتيف تيشو، ومثل ما نعرف إحنا الكونكتيف تيشو هو rich in blood vessels، وبالتالي وجود الليمفوسايت خلايا الليمفوسايت موجود الأعصاب، وهي هذا الليمفوسايت نوع من أنواع كريات الدم البيضاء، وعادة تكون كبيرة بالحجم وتكون صغيرة بالحجم. عادة الكبيرة هي يسموها بالخلايا القاتلة الطبيعية، والخلايا الصغيرة تنقسم إلى قسمين، قسم نسميه T لمفوسات والقسم الآخر نسميه B لمفوسات، وهذا مثل ما نعرف وظائف إنتاج الأنتيبودي ونمو الخلايا المناعية. بينما الخلايا الكبيرة اللي يسموها بالخلايا القاتلة الطبيعية عادة تكون خلايا اللي هي تتخلص أو تلتهم الفيروسات والخلايا السرطانية الموجودة في داخل الجسم. وجود هذه الخلايا اللمفوسات تحت السب إمبيثيليوم هو يكون وسط بانتشار هذه العدوى الفيروسي. الطريق الآخر هو البرايمري أند سكندري فيريميا. فيريميا قلنا سميناها قلنا عليها تفيروس الدم. تفيروس الدم يمر بمرحلتين، المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية. الدخول الأول فيروس إنتري أوف فيروس إنتو ذا بلاد ستريم، أول ما يدخل إلى المرحلة الابتدائية عندما يدخل إلى مجرى الدم، ولهذا نسميها بالبرايمري فيريميا، المرحلة أو تفيروس الدم الابتدائي هو دخوله إلى مجرى الدم. كان بي أكتيف أور باسيف، ممكن يكون نشط وممكن يكون غير نشط في مجرى الدم. قد تكون الفيريميا في المسار تحت السريري الذي تنتقل به الفيروسات. This viremia may be subclinical. Subclinical شنو معناتها subclinical؟ دائما عاد تمر علينا كلمة clinical. Clinical هو سريري، يعني يقولون الأعراض السريرية. الأعراض السريرية عادة لما يوصل المرض إلى أقصى حد تظهر أعراض منظورة أو ملموسة، لهذا نقول عليها أعراض سريرية. إذا قلنا عليها subclinical يعني ما وصلت لحد اللي يقول نقدر نعتبرها عرض من أعراض، يعني ما وصل لحد المرض اللي انطانا علامات أو انطانا أعراض، ولهذا نقول عليها سب كلينيكال. And is the rota by which viruses
get to their sites of infection. قد تكون الفيروسات الفريمية هي في المسار تحت السريري الذي تنتقل به الفيروسات إلى مواقع العدوى بعد حدوث الإصابة، ثم تحدث بعد ذلك after the infection occurs than secondary فريمية. بعد ذلك إيش راح تحدث؟ راح تجينا مرحلة الفريمية الثانوية، تحدث الفريمية الثانوية. Can take place because of shedding of virus from the infected organ. تحدث الفريمية الثانوية بسبب شنو؟ خباثة أو فوعة الفيروس في العضو المصاب بالعدوى. هذه الفريمية الثانوية ممكن أن تسبب عدوى في موقع آخر من الجسم عن طريق هذه الفوعة الثانوية، العفو الفريمية الثانوية ممكن أن تنتقل إلى عضو آخر موجود بالجسم. Viruses may circulate freely in the blood. الفيروسات عادة تدور بحرية بالدم، بحرية في داخل الدم. مثل إيش؟ مثل الهبادنا فيروس والتوغا فيروسز والفلافيا فيروسز and الانتيرو فيروسز. هذه الأنواع من الفيروسات اللي تكون عادة في مجرى الدم وتكون عادة تدور بحرية في مجرى الدم، أو قد تترافق مع كريات الدم البيضاء or they may associated with leukocytes white PC، أو قد تكون أنه تترافق مع الخلايا اللي هي الوايت بي سي كريات الدم البيضاء، او مع البليتلتس مع صفيحات دميه دمويه العفو، او الاريثروسايت او مع كريات الدم الحمراء and be harbored by them ويتم ايوائهم او حمايتهم بها. مثل ايش؟ مثل فيروسات نقص المناعه اللي هي قلنا عليها الاتش اي بي، أو يسمونه الريفت فالي فيفر حمى الوادي المتصدع، أو يسمونها المرض الآخر اللي يسمونه الكولاردو تيك فيفر حمى قارات كولارادو. العدوى الفيروسية الأخيرة موجودة the later viral infections are more difficult. العدوى الفيروسية الأخيرة تكون أكثر صعوبة، العدوى تكون أكثر صعوبة في حال أكثر صعوبة وعادة تكون حادة وتميل إلى أن تكون عادة عدوى مستمرة continuous، ممكن تكون continuous infections عادة تكون عدوى مستمرة. هسا وصلنا A اللي هو secondary sites of infection، مواقع ثانوية للعدوى. واحد من مواقع ثانوية العدوى هي السكن، والطريق الآخر هي CNS، و CNS مثل ما تعرفون هو الجهاز العصبي المركزي. The skin, this usually results in some sort of rash made up of macules, papules, well vessels or pustules. هذا شنو معناته؟ يقول هذا الجلد عادة ما ينتج هذا النوع من الطفح الجلدي، يحدث لنا عندنا طفح جلدي. منين يتكون هذا الطفح الجلدي؟ أما عن طريق لدخات أو بقع أو بثور أو حويصلات يسموها حطاطية أو بثور حويصلية. هذا يصير بالجلد دلال على أنه صارت عدوى بالجلد. CNS عادة spread is usually from blood vessels in meninges. المنينجز هو التهاب العفو سحايا المخ. المينينجز هو سحايا المخ، مرض يصيب السائل السحائي الموجود في المخ، وبالتالي راح يسبب لنا المينينجز هو التهاب سحايا المخ. عادة الجهاز العصبي المركزي يكسى بأوعية دموية بالسحايا، وتصاب الخلايا العصبية الموجودة في السائل النخاعي الشوكي في اللي هو السيريبرو سباينال فلويد، السائل النخاعي الشوكي مباشرة عن طريق الأوعية الدموية اللي تحيط بالجهاز
العصبي المركزي أو اللي تحيط بالدماغ والحبل الشوك the brain and spinal cord. Another important route, هناك أيضا طريق آخر مهم لنقل الفيروس للخلايا العصبية، أما عن طريق الرابيز والفارسيلة أو الهيربس سيمبلكس، أما عن طريق داء الكلب أو الحماق أو يسمونه الهيربس البسيط الهيربس سيمبلكس. أيضا المينينجايتس، المينينجايتس هو التهاب السهايا الدماغية is infection of lining of brain، يصيب العدوى عن طريق بطانة المخ أو الدماغ and CNS أو طريق بطانة الجهاز العصبي المركزي، ويسبب لنا مرض المينينجايتس اللي قلنا عليه هو سهايا المخ. أيضا الانسيفالايتس، الانسيفالايتس is infection of brain، الانسيفالايتس هو التهاب الدماغ وبالتالي راح يسبب لنا عدوى بالدماغ. Others organs، بعض الأعضاء أيضا أعضاء أخرى تصاب بالعدوى اللي هي الليفر سبب لنا الهيباتايتس، التهاب الكبد الفيروسي، الهارت سبب لنا الكاردياتس، التهاب القلب، واللانج سبب لنا النيمونيا، التهاب الرئوي، والسليفري جلاند سبب لنا المنبص اللي هو النكاف، والتيستس الخصيتين سبب لنا الأوركايتس، الأوركايتس هو التهاب الخصي. الآن راح نروح إلى الطريقة الثالثة لعملية السبريد الانتشار هو الفيروس شيدينج. الفيروس شيدينج معناته شنو؟ فيروس شيدينج هو خباثة أو قدرة أو فوعة الفيروسات، لذلك من الضروري الحفاظ على السكان من العدو. Necessary for maintenance of infection in population. هنا أكو خطأ بابا بالكلمة population مو population، population يعني population. من الضروري الحفاظ على السكان من العدوى الفيروسي. أول شيء respiratory and oropharyngeal secretions. respiratory عرفناها هو الجهاز التنفسي، الأوروفارينجيال سكريشن هي إفرازات البلعوم أو فيروسات الإفرازات البلعومية، الإفرازات التنفسية والبلعومية. شنو هي الإفرازات التنفسية والبلعومية؟ مسكس الميوكس العفو أو سليفا المخاط أو لعاب السعال. سليفا فروم كوهينج سنيزينج أند توكينج، الميوكس المخاط أو لعاب السعال والعطاس والرذاذ الناتج عن طريق التحدث. الميسلز واللي هو الحصبة، والتشيكين بوكس، تشيكين بوكس جدر الماء ويسموه الروبلة الحصبة الألمانية، ينتقل مباشرة باللعاب أو المخاط. الهيربس فيروس والسي ام في والاي بي